الاي ال او بتاعتك عموما المفروض تبقى عارفها، سواء كانت لغات المحاضرة او الحاجات اللي انت هتعرفها عليك. يعني you should know the key hormones secreted by light cells, Sertoli cells of the testis, and describe their function. Summarize the hormonal changes that occur at puberty in males. Outline mechanisms involved in spermatogenesis. Describe the process involved in regulation of testosterone secretion. Describe the roles of the pituitary and hypothalamus in the regulation of the reproductive function and the role of the feedback loops in this process. احنا عندنا الـ male reproductive system بيتكون من primary sex organs و secondary sex organs. الـ primary sex organs اللي هي testis، secondary sex organs اللي هي external genitalia والseminal vesicles والprostate والduct system، وكل دول ليهم secretions خاصة بيهم وليهم تفاصيلهم اللي هي من ناحية المكونات بتاعتهم وال function بتاعتها. التستس بقى mainly فيها seminiferous tubules و Sertoli cells. طبعا الجزئية دي الـ seminiferous tubules بالـ Sertoli cells دي خاصة بالـ process of spermatogenesis، في حين إن الـ interstitial cells of Leydige أو Leydige cells دي خاصة بالـ testosterone secretion. طبعا الميل جونادز اللي هما التستس، والتستس دول under complete endocrine control access في نفس طريقة أو طريقة تشبه كثيرا اللي احنا حكينا عنه في الفيميل جونادز. زي ما انت حضرتك شايف هنا ان الهايبوثلاميك areas اللي بتبقى involved في testicular control زي بتوع الأوفيز، هما نفس الأيز اللي احنا اتكلمنا عليهم المرة اللي فاتت. الجونادوتروبين ريليزنج هرمون بيطلع برضو في نفس المكان اللي هو الهايبوفيزيال بورتال سيستم، ويبدأ يبايند للأنتيريور بيتويتري جونادوتروبس، ومنها يبدأ يحصل سكريشن لل FSH وال LH، والـ FSH والـ LH يبدأوا يروحوا للـ target organ في هذه الحالة وهو الـ testis. الـ testis بتوعي طبعا فيها زي ما قلنا الـ Leydige cells اللي هي بتطلع التستوستيرون، فيها blood vessels، فيها seminiferous tubules اللي هي بتطلع الـ sperms واللي بتحوس Sertoli cells. الايه الفانكشن بتاعه التستس يعني عباره عن كوبريشن ما بين اللايدج سيلز والسيرتولي سيلز، الاثنين بيورك كوبراتيفلي في مانر شبه بتاعه تكوين الثيكا والجرانيولوزا سيلز اللي كنا اتكلمنا عليها في الاوفري. هي بيشتغلوا بنفس الفكره كده، ان في طبقتين او في نوعين من الخلايا موجودين بيشتغلوا في كوبراتيف مانر عشان في الاخر اعمل سنسيتايزيشن للتستوستيرون و بدأ بالإكستنت الكبير، وبنطلع حبة استراديول كمان معانا. طيب أتمنى أني ما كنتش اتلخبطت في الحتة دي في التسجيل يعني، بس ما علينا. زي ما انت شايف هنا كده ادي الجونادوتروبين ريليزنج هرمون طالع من نفس الأماكن اللي بيطلع منها الجونادوتروبين ريليزنج هرمون في الهايبوثالاموس في حاله الكنترول بتاع الاوفري، يروح للبيتويتري، وبعد ما يروح يدور عليها افتكر هما ايه الارياز اللي في الهايبوثالاموس اللي بتطلع جونادوتروبين ريليزنج هرمون، ماشي، اللي هي البري اوبتيك الكلام ده، دور عليه وافتكره واحفظه. بعد كده البيتويتري بتبدا تطلع من الجونادوتروبس الاف اس اتش والال اتش ياثروا على التست. بص كده انا اخد ده من الصوره دي اتنين سيكشنز، سيكشن في السيمينيفرس، سيكشن في الابيديدميس اللي هي الفاز ديفرنس والحته دي، يعني اللي هي الجزء اللي بيحصل فيه سكريشن للسيمينال فلويد كله، وجزء تاني اللي هو في التستس ده انكلودنج الايه السيمينيفرس تيوبولز والتستيكولر والتستس نفسها. زي ما انت شايف اللي هي عباره عن ايه في الصوره لايدج سيلز وما بينهم
البلاد تيست سبارير وفوقيها السيرتولي سيلز. بص معايا حضرتك بقى في الصورة دي، الصورة دي بتقول لك ايه؟ الصورة دي بتوريك نفس فكرة الثيكا سيلز والجرانيولوزا سيلز، في طبقة فوق وطبقة تحت. اللايد لما ناخد سيكشن كده هلاقي كأن في اللايجت سيلز فوق والسيرتولي سيلز تحت، وزي ما قلنا الاثنين بيور كوبرتيفلي عشان يطلعوا التستوستيرون. اللايت سيلز اللي قدامك دي بترانسبورت الكوليسترول زي الثيكا سيلز بالظبط. الكوليسترول بيعمل انيشال ستراكشر للتستوستيرون. تيجي ال LH زي ما انت شايف فيه ريسبتور موجود، ال LH يجي يمسك في السيرفس ممبرين ال LH ريسبتور ويعمل اكتيفيشن ل سايد تشين كليفج انزيم كومبلكس، وفي النهايه يتكون التستوستيرون. التستوستيرون اللي اتكون ده حبة منه يطلعوا بره اللايجج سيلز وجزء يدخل السيركيوليشن وجزء تاني يبدأ يمايجريت الى السيرتولي سيلز. السيرتولي سيلز واللايت سيلز دول ادجاسنت لبعض ومرتبطين ببعض بحاجة اسمها تاي جانكشنز. التاي جانكشنز دي بتكون لي حاجة فانكشنال اسمها بلاد تيست بارير. البارير اللي موجود قدامك ده سيلكتيفلي بيرميبل لبعض السبستانسز زي التستوستيرون وبيمنع مرور other substances. ال FSH receptor موجود على السيرتولي سيل، وانتوا عارفين ان ال FSH receptor ده جي بروتين كابل ريسبتور وبيشتغل عن طريق ال cyclic AMP activation ويبدأ يبعت cyclic AMP اللي هو second messenger ده يطلع ويحصل stimulation لحاجة اسمها aromatase enzyme. الaromatase enzyme ده يحصل له activation و growth factors تانية يحصل لها activation، ويحصل activation لبرضو حاجة تانية اسمها inhibin. الانهبين ده فايدته ايه؟ الانهبين ده فايدته ان هو بيعمل negative feedback في FSH زي ما هنشوف بعد كده. طيب الaromatase enzyme ده ايه وضعه؟ الaromatase enzyme ده يبدأ لما يحصل له activation يبدأ يعمل facilitation للconversion بتاع التستوستيرون اللي دخل في السيرتولي سيلز إلى استراديول. الاستراديول ده طبعا جزء مهم أوي، لأن السيرتولي سيلز بتطلع حاجة كمان مع التستوستيرون، مع السيرتولي سيلز بتطلع حاجة كمان مع الاستراديول ده، بتطلع حاجة اسمها الأندروجين بايندينج بروتين. الاندروجين بايندينج بروتين، الاندروجين بايندينج بروتين ده يبدا يطلع هو والتستوستيرون فين؟ في ستيمينيفرس تيوبيول، عشان التستوستيرون يبقى مرتبط بالايه الاندروجين. الفري فورم بتاع التستوستيرون قليله جدا، اقل من 2%، زي ما حضرتك شايف كده في الرسمه دي. زي ما انت شايف فوق كده ال اتش ستيميليشن للتستوستيرون، التستيرون بيدخل السيرتولي سيلز وحابب يروح السيركيليشن بالفري فورم. التستيرون اللي بيدخل السيرتولي سيلز بيتحول بالاروماتيز انزيم اللي حصل له اكتيفيشن عن طريق الاستيميليشن بتاعه الاف اس اتش ريسبتور الى استراديول. الاستراديول ده بيساعد على البروتين ريجوليشن اوف بروتين تنسز في النيوكليس بتاعه اللايزج سيلز، وال الاستراديول ده هو بقى الايه الجزء يعني ده تحول التستوستيرون بيتحول الى هذا الايه الاستراديول. التستوستيرون بيطلع بالسهم الخارجي ده الى السيمينيفرس تيوبيول هو والتاني اللي بيتصنع الاندروجين بايندينج بروتين. نيجي بقى للجزء ده، ده بيوضح لك ايه؟ بيوضح لك الكنترول بقى بصورة عامة مش موليكولر. هايبوثالامس بيطلع لك جي ان ار اتش، جي ان ار اتش يشتغل على البيتري، البيتري تشتغل على اف ال اتش واف اس اتش، ال اتش شغال مع اللايت سيلز يطلع تستوستيرون. التستوستيرون اللي طلع من اللايت سيلز اللي هو الفري فورم اوف تستوستيرون اللي هو دخل في السيركيليشن ده اللي يبدا يعمل لي نيجاتيف فيدباك على الانتيج بتويتري او على الليفل اللي اعلى من كده اللي هو الشورت لوب فيدباك ميكانيزم او اللونج لوب فيدباك ميكانيزم على الهايبوثالاموس عشان يقلل السكريشن. نيجي الناحيه الثانيه الاف اس اتش
ايه اخبار الاف اس اتش؟ برضو البيتوتري طلعنا اف اس اتش، راحت على السيرت والليسلز، طلعت لي حاجتين مهمين، الاندروجين بايندنج جلوبولين او الاندروجين بايندنج بروتين والانهبين وجزء من التستوستيرون اللي دخل بدأ يتحول بالاروماتيز الى استراديول جوه السيرتوري سيلز. تستوستيرون بقى ريليزد الى سيركيليشن او سوري الى سيمينيفرس تيوبولز هو الاندروجين بايندنج بروتين. ايه اهميه الانهبين اللي طلع في هذه الحاله؟ اهميه الانهبين اللي طلع استجابه لوجود التستوستيرون وتكوين الاروماتيز انزيم، ايه ان هو عمل نيجاتيف فيدباك برضو على الاف اس اتش او على البانتيري بيتوتري عشان يقلل الاف اس اتش. يبقى انا كده في النهايه لما الانهبين يعلى والتستوستيرون يعلى معناهم السكريشن عالي، فاثر بنيجاتيف فيدباك عشان اقلل الليفل في ال اتش والاف اس اتش، والاكسيس الاثنين يتعدلوا ويتظبطوا، والكنترول يحصل كنترول للفاليو او الليفل بتاع التستوستيرون في الدم. صورة اوضح شوية او صورة ملمة اكتر شوية، ادي سي ان اس، ادي بيقولك ان كمان بيقال ان الاندروجينز دي اللي هي اللي طالعه دي، الاندروجينز دي بتاثر كمان على ليفل اعلى من الهايبوثالامس، يعني النيجاتيف فيدباك مش على قد بس الهايبوثالامس والجي ان ار اتش، لا قد يكون في هاير ليفلز اعلى بالنسبه للكنترول. بص هنا كده معايا الانتيريور بيتويتري بتاعتي بتطلع ايه، بتطلع اف اس اتش وال اتش زي ما قلنا على لايت سيلز. اللايت سيلز بقى طلعت لي الاندروجينز اللي هي اللي هم المقصود بيها التستوستيرون والجروث فاكتورز، دي جايه من السيرتوري سيلز. فالاندروجينز اللي هي البينك دي اللي هي ماشيه مع ال ال اتش، يعني ال اتش كل حاجته اللي هي البينك اللي هي ماشيه مع ال ال اتش، الاندروجينز دي اللي هي التستوستيرون بيحصل لها زي ما حضرتك شايف كده، يا اما جزء منها التستوستيرون بيروح السيرتوري سيلز ويؤثر على ان الاف اس اتش يبدا يطلع الانهبين ويطلع جروث فاكتورز ويطلع الجزء من الاستروجينز. الاندروجينز اللي طلعت من اللايجج سيلز اللي هي راحت سيركيليشن، حبه منهم طلعوا فوق اثروا لي على الهايبوثالامس وعلى الانتيريور بيتويتري وعلى ليفلز اعلى اللي هي سي ان اس، وحبه راحوا على البريفري وبدا يحصل لهم بريفرال اروماتيزيشن ويتحولوا الى استروجينز، وهما دول اللي ايه اللي بيعملوا الاكشنز بتاعتهم. السيرتوري سيلز زي ما انت شايف كده لما دخلها التستوستيرون برضو بدا يحصل لها اروماتيزيشن، اللي هي التستوستيرون اللي دخله كملت لي برضو استروجين، طلعت مين السيرتوري سيلز برضو طلعت في اندروجين بايندنج بروتين وعملت له سيكريشن فين في السيمينيفرس تيوبولز مع التستوستيرون. طيب هل السيرتوري سيلز ليها فانكشن تانية؟ السيرتوري سيلز ليها فانكشن تانية مهمة جدا اللي هي السبرماتوجينيسيس. يعني ايه سبرماتوجينيسيس؟ سبرماتوجينيسيس ده معناها development of spermatogonia بليفلز. بقى انتوا عارفين اخدتوا تقريبا في الهيستولوجي بقى اكيد او الجيناتكس ان انا عندي بيبقى فيه حاجه اسمها primary spermatocyte بعدين secondary spermatocyte بعد كده spermatid بعد كده في الاخر spermatozoa، فدي البروسيس دي كلها على بعض اسمها سبرماتوجينيسيس. الستيج الاخرانيه اللي هي السبرميوجينيسيس اللي هي عباره عن ايه اللي هي متميزه بوجود الفلاجيلا، يعني اللي هو الصوت او الديل اللي موجود في السبرم، بتبقى ريجوليتد بالتستوستيرون، والتستوستيرون ليفل بيبقى مينتيند بالاندروجين بايندنج بروتين. وهنا تظهر اهميه الاندروجين بايندنج بروتين. ايه اهميته؟ عاوز امنتين امسك الاندروجين امسك التستوستيرون في السيمينيفرس تيوبولز عشان احاول اكمل عمليه السبرماتوجينيسيس وفي النهايه احصل على السبرميوسايد ده اللي هو ايه اللي هو الاند ستيج اوف ماتوريشن اوف سبرم، ويبقى في هيحصل فلاجيل يعني يبقى في عندي هيحصل سيل الونجيشن ويحصل سيتوبلازميك ريموفال ويحصل ري اورينتيشن للاورجانيلز اللي موجوده بحيث ان انا اكون الشكل النهائي ل السبرم. دي اهميه الاندروجين بايندنج بروتين. يبقى ليه الاندروجين بايندنج بروتين مع التستوستيرون بينزلوا في السيمينيفرس تيوب، واهميه وجود الاندروجين بايندنج بروتين في الحته دي اهميته يمسك يمنتين الليفل بتاع التستوستيرون اللي هو الاندروجين اللي هو لازم لاتمام عمليه السبرماتوجينيسيس. سؤال
صورة كده توضح لي تاني عملية الاسبرماتوجينيسيس. ده نفس الاكسس اللي احنا بنتكلم عليه، ولايز السيلز ومش عارف ايه، وزي ما انت شايف كده اهم حاجة عندك الانهيبين ده اللي هو بيطلع منين، من السيرتولي عشان يعمل نيجاتيف فيدباك على الاف اس اتش، في حين ان التستيرون بيأثر على الهايبوثيرموس والانتيريور بيتوتري بايه وهاير ليفلز. الصوره اللي تحت بتقول لك ايه، الحته الجزئانيه اللي تحت دي بتقول لك ايه، دي بتوري لك اللي هو السيرتولي سيلز. السيرتولي سيلز فيها ادي الليفلز المختلفه بتاعه الايه، الليفلز المختلفه بتاعه السبرماتوجينيسيس لحد ما نوصل للفلاجيلا، فلاجيليت فورم ده اللي هو بيبقى فين، في السيمينيفراس تيوبيولز. ورسم لك هنا الاندروجين بايندنج بروتين واهميته في المينتنس اوف تستوستيرون. الصوره دي عايزه اوضح لك منها ايه، عايزه اوضح لك ان انا لما اجي اتكلم على على اسمها ايه دي، على الفيميل هايبوثالاميك بيتوتري اكسس، واجي اتكلم على الميل هايبوثالاميك بيتوتري اكسس، في حاجات كده اختلافات. اول اختلاف واضح من الرسمه دي ان انت عندك في الاوفري، عندك في الاوفري اللي بي هنا الانهبين ده بيعمل نكتب فيدباك على الانتيريور بيتوتري. هناك كان عندي فيه الاكتيفين لو تفتكر ان هو كان بيطلع من الاوفري وكان ليه تاثير برضو على الانتيريور بيتوتري. عندك هناك كان ال LH بيأثر على، جاوب انت، في حين هنا ال LH بيأثر على اللايزد سيلز. هناك كان ال FSH بيأثر على، هنا كان ال FSH بيأثر على السيرتولي سيلز عشان يعمل فاسيليتيشن للسبرماتوجينيسيس. هنا البرايمري ديتيرمينانت التستوستيرون فقط، التستوستيرون هو الاندروجين الوحيد الذي يؤثر على الليفل اوف سكريشن في الاكسس ده، انما هناك كان في الاستروجين والبروجستيرون الاثنين بيأثروا على الليفل مش واحد بس. كويس، نفس السلايد بشكل تاني. دي الستيجز بتاعت السبرماتوجينيسيس كده، السبرماتوجونيا، برايمري سبرماتوسايت، سكندري سبرماتوسايت، سبرماتيد، والسبرماتوزوا الاخير. طبعا فيها بنعدي المراحل بقى، السبرماتوجينيسيس، مايتوزس ومايوزس، والهيستولوجي بتاخدوه بتفصيل. سبرميوجينيسيس دي بقى اللي هي الليت ستيج اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي المهم فيها الاندروجين بايندنج بروتين، الهيد والميد بيس والتيل. مرحلة الكاباسيتيشن دي اكيد ده المفروض مع البريجنسي يكونوا قريتوها. يعني ايه كاباسيتيشن، يعني ايه الورد اوف كاباسيتيشن، والتغيرات اللي بتحصل اثناء الكاباسيتيشن. ايه هنا بس رسام كاتب لك كده اللايف سبان اوف سبرماتوزوا. السبرماتوزوا اللي بيتكون ده ليه لايف سبان، البريبرتي ثرو لايف بيعيش قد ايه، وفي كل مرحلة من مراحل الحركة المفروض الكاونت بتاعه قد ايه. طبعا السيمينيفرس تيوبيولز والهولدنج سيرتولي سيلز دول هم المكان الأساسي لعملية السبرماتوجينيسيس. السيرتولي سيلز طبعا بتعمل نيوتريشن، اضف بقى للايه للاكشنز كلها اللي احنا اتكلمنا عليها، والسيمينيفرس فلويد ده ليه كريتيريا معينة عشان تمنتين الحركة بتاعة السبرم، المفروض تعرفها. طبعا نيجي نتكلم بقى على التستوستيرون. التستوستيرون ده التستوستيرون ده بيطلع من، يعني هو في العموم بقى سيبك من احنا ده التستوستيرون بتاعنا اللي احنا حكينا عنه من شويه ده اللي هو بيطلع من الايه اللايز سيلز وحب يروح السيركيوليشن وحب يدخله السيرتولي سيلز وبعد كده يبقوا ترابت بالاندروجين بايندنج بروتين او يبقوا مينتين بالاندروجين بايندنج بروتين في السيمينيفرس تيوبيولز وفي الاخر ويحصل لهم اروماتيزيشن ويتحولوا الى استروجين، وفي نفس الوقت
لو بيحسب الجزء اللي طالع في السيركيليشن ده حبة منه هو اللي بيبقى فري فورم اقل من 2%، والباقي بيحصل له اروماتيزيشن في البريفيرال ويحصل له بريفيرال كونفرجن الى استروجين برضو او استرا دايول. انما التستوستيرون ان جنرال هو ليه مصدر تاني؟ اه طبعا الادرينال جلاند ده اهم مصدر من اهم المصادر، يعني مش اهم مصدر، هي التستوستيرون. فالتستوستيرون ده بيطلع من الكونفرجن بتاع الحاجه اسمها الاندروستين دايون، ده جزء بايو بقى. الاندروستين دايون ده بيحصل له كونفرجن عن طريق حاجه اسمها اللي هي ال 17 بيتا اتش اس دي، ده اللي هو ال 17 بيتا هيدروكسستيرويد دي هيدروجينيز. ويبدا ايه التستوستيرون ده يتحول، يعني هو نتيجه التحول بتاع الايه الاندروستين دايون. التستوستيرون بقى يبدا يحصل بحاجه اسمها الفايف الفا ريدكتيز، يتحول الى الداي هيدرو تستوستيرون. بعض من التارجت تيشوز بتحول تستوستيرون الى دي اتش تي اللي هو الداي هيدرو تستوستيرون عن طريق الفايف الفا ريدكتيز. زي الاستروجين بالظبط، التستوستيرون لما يتحول كده ليه هاي بايندنج افينيتي للايه البايندنج جلوبولين، هو الاس اس بي جي بايندنج جلوبولين، بايندنج جلوبولينز كده ايه قويه تبدا تمسك فيه. والالبومين بقى بنسبه اقل، يعني هو الجلوبولينز بتمسك فيه التستوستيرون، التستوستيرون بيمسك فيها بهاي افينيتي وبكميه كبيره، انما تو اليزر اكستنت اللي هو الالبومين بايندنج جلوبولين او الالبومين بايندنج جلوبولين ده بيبقى ايه بنسبه اقل، 2% زي ما قلت لك من ال circulating تستيرون ده اللي هو في الاكتف فري فور الفري اللي هو ماشي كده ايه معاه مش بايند مش بوند لحاجه. طبعا الليفر في الاخر هو اللي بيطلع البايندنج جلوبولين ده وهو برضو اللي بي ان اكتيفيت ال وبيعمل زي ما نقول ايه هضم او تخلص من التستوستيرون في الفيسز او في اليوم. يعني دايما بيعملوا تحاليل مثلا للرياضيين هما بياخدوا منشطات او الحاجات دي بيعملوا لهم تيست في اليورين او الفيتس. طيب زي ما انت شايف كده برضو هنا اللي هو قلنا ايه في النهاية زي نفس الكلام اللي هو الاروماتيزيشن التستيرون الموجود بيتحول الى استراديول في البريفيرال تيشوز، وهو بيبقى ليه تأثير على بيبقى الاكشن اللي هي الاساسية. التستوستيرون اللي هو بوند للبايندنج جلوبولين ده يبدا طبعا عندي ايه يا اما تستوستيرون في شكله اللي هو زي التستوستيرون كده، او تستوستيرون اللي هو حصل له بريفرال كونفرجن في التيشوز بالفايف الفا ريدكتيز الى الداي هيدرو تستوستيرون، دول اللي هم الاكتيف. بيحصل اكتيفيشن للريسبتور اللي موجودة على الخلايا او التارجتس. الريسبتورز دي خاصة يا اما بالاندروجين ريسبتور خاصة بالاندروجين اللي هو التستوستيرون، او اندروجين ريسبتور خاصة بالدايهايدرو تستوستيرون. يعني الاكشن بتاعتي بتحصل عن طريق الايه الحاجتين دول. ده اللي هو الجزء. وجزء الثاني انا لسه قايله لك ان جزء كبير من التستوستيرون بيتحول الى استراديول. يبقى الاكشن بتاع التستوستيرون هتنتج عن اكتيفيشن للاستروجين ريسبتورز الموجوده على الخلايا. يبقى الاستروجين ريسبتورز الموجوده على الخلايا او التستوستيرون او الاندروجين ريسبتورز الموجوده على الخلايا تستجيب للتستوستيرون يا اما دايركتلي عن طريق التستوستيرون الموجود سيركيوليتنج او الداي هيدروتستيرون اللي حصل له بالفايف الفا ريدكتيز تحول او عن طريق الاستراديول ليفلز اللي موجوده. عن طريق ايه بقى الاستراديول ليفلز دي؟ الاستراديول ليفلز موجوده زي ما قلنا الايه اللي هي بريفرال كونفرجن اوف تستوستيرون. قلنا التستوستيرون بيحصل له بريفرال كونفرجن في التيشوز بالفايف بالاروماتيز انزيم كويس، وبالتالي الاكشن بتاعتي تبدا تحصل هو ستيرويد هرمون. فالستيرويد هرمون يشتغل عن طريق ايه زي ما انتم عارفين من سنه اولى، الستيرويد هرمون بيشتغل عن طريق تنسز اوف نيو بروتين، بيشتغل سلولي، بيشتغل عن طريق دخوله جوه النيوكليس.
فيدخل جوه النيوكليس ويبدأ يعمل ايه التنسل اوف نيو بروتين وياخد وقته في التصنيع. هنا كاتب لك ايه، ان الفري تستوستيرون is transported into the cytoplasm of target tissue cells where it can bind to the androgen receptor او يبقى reduced الى dihydrotestosterone ويمسك في الريسبتورز بتاعه الدايهيدروتستوستيرون. التي ريسبتورز اللي هي التستوستيرون ريسبتور او الدايهيدرو هيدروكسي تستوستيرون ريسبتور الدايهيدروتستوستيرون ريسبتور كومبلكس يبدا يحصل يتغير في شكله ويبدا يدخل ناحيه النيوكليوس ويبدا يعمل ايه نيو بروتين تنسل لانه هو اس ستيرويد هرمون. ستيرويد يعني slowly acting لأنه بيعمل fences of new protein لأنه هو بيact through entry to the nucleus. يبقى steroid slowly acting fences of new protein. وفي النهاية بقى نعرف الإفكت بتاع التستوستيرون. التستوستيرون بيعمل إيه؟ بيشتغل على البون فيزود الـ growth of the bone and the connective tissue، بيشتغل على المسل فيزود الـ growth of the muscle and connective tissue، بيشتغل على reproductive organs بقى هو اللي بيعمل growth لللارينكس، هو اللي بيزود الـ spermatogenesis، هو اللي بيعمل development للتست في البروستات في سن الـ physicals بعد الـ puberty، بيشتغل على skin بيخلي فيه specious glands size secretion أعلى، بيخلي فيه الهير أكتر، كل الحاجات دي طبعا هو بيشتغل عليه. مطلوب منك تعرف البيبرتي ازاي بتحصل وازاي يعني تأثير التستوستيرون عليها، كلمتين مش كتار يعني. بس وبالتوفيق يا سنة، يا سنة تانية ان شاء الله. شكرا لكم جميعا، شكرا لكم جميعا. شكرا يا سنة تانية.